احلى العطور الانثويه. فانا لو انا بقى عروسه وهشتري، حرفيا انا هشتري العطرين دول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم بنات عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني وفيديو جديد، وفيديو النهارده هيكون اعاده صياغه لاول فيديو عملته على القناه، وهو الفيديو بتاع سوفيفر توجذر. بدايه ان انا عملت القناه، واصلا اللي خلاني قمت تطيت كده هو كان العطر ده. انا كنت قاعده في امان الله، ومره واحده قلت انا هقوم اعمل ريفيو عن العطر ده. ليه بقى؟ عشان انا وقت ما جبته ما كانش ليه ريفيوز خالص على النت خالص، يعني انا تعبت قعدت ادور له، كان كل اللي بيعرضه عشان يقول حلو، الله ده جميل، ده عطر من اوريفلام، بيعرفنا عليه، لكن محدش كان بيتكلم عن مكوناته، محدش كان بيتكلم عن ريحته، محدش كان قادر يوصفها ولا يوصلها لي. فطبعا ده اثر فضولي، وانتوا عارفين انا واحده من الناس اللي بتحب العطور الغريبه المميزه اللي مش موجود عنها ريفيوز كتير. فساعتها ده خلاني رحت اشتريته فعلا. وبعد تجربه لي، وبعد ما انا لاحظت قله ثباته ولاحظت كده ان انا حبيته رغم قله ثباته، وقعدت اعمل فيه شويه تجارب كده عشان اتقل ثباته، قلت لا انا العطر ده لازم يبقى له ريفيوز متوثق على القناه. فللاسف الريفيو ساعتها ما كانش مظبوط خالص، للاسف الشديد. يعني انا كنت ناوي اعمل عنه كذا ريفيو بصراحه، يعني ادخله في كذا فيديو، بس الريفيو وقتها انا ما كنتش بعرف اصور، فكنت بقول لكم انا قمت مره واحده عملته. فطبعا الصوره كانت طوليه، التصوير كان مهزوز، الاضاءه ما كانتش حلوه، الصوت ما كانش افضل حاجه، طبعا صوت المروحه كان طالع وصوتي كان واطي وحاجات كتير كده كانت بايظه. فانا قلت طالما الفيديو ده متشاف قوي كده وفعلا كان جايب مشاهدات كتير، فانا قلت انا هحذفه وهعمله من اول وجديد. ليه بقى؟ لان معنى ان هو اتشاف قوي كده ان في ناس فعلا بتضر، فشفت ان هما يستحقوا يشوفوا صورة افضل وصوت افضل. فمن هنا بقى جت فكرة اعادة الصياغة. فتعالوا بقى نتكلم عن العطر دوت ونقول مواصفاته، ونتكلم عنه بعد الفترة الطويلة دي من الاستخدام، وهل فعلا تقيل ولا لا، واحساسي بقى بيه ايه بعد الخبرة دي في العطور. الحمد لله انا في الفترة دي يمكن القناة خلتني اجرب عطور اكتر من احتياجاتي، فخلاص بقى يعني عندي برضو قناعة شخصية كده في العطور معينة، وبقى عندي خبرة اكبر شوية الحمد لله، يعني على قدي. بس ان شاء الله يعني يكون الريفيو دوت مميز اكتر من الريفيو اللي فات، واللي شاف الريفيو اللي فات طبعا هيبقى فاكر انا قلت ايه، فيشوف بقى انا تطورت قد ايه. فتعالوا بقى نتكلم عن مواصفات العطر. في الاول العطر ده حلو، فيه فواكه وفريش وبودري وسبايسي، دوت الوصف اللي موجود عنه، والحاجات دي حقيقي موجوده فيه. اول ما بترشيه بتشم ريحه الشربات والريد بيري اللي هو التوت الاحمر والاناناس والبرتقال الذهبي او بيسموه الكمكاوت، ودي فاكهة ريحتها شبه ريحة الليمون بس شكلها شكل البرتقال. فبغض النظر تخيلوا بقى الريحة دي موجودة فين، ريحة الكمكاوت ديت موجودة في انا الابيض روج، اللي حبها هناك هيحبها هنا. كمان الشربات موجود في ديرينج بتاع اللي هو لونه ازرق بتاع ايف دويت كونتراست، اللي هو الجزء اللي لونه ازرق موجود فيها شربات، فلكم أن تتخيلوا كمية السكرية، هي بدايتها سكر أصلا. بعدين الوسط بتاعها فيها ياسمين، يعني فيها زهور، وسبايسي فيها فلفل حلو، وفيها خوخ. الخوخ طبعا يعني في ناس كتير جدا عارفة ريحته وعارفة هو قد ايه ريحته بتبقى حلوة في العطور. القاعدة بقى مارشميلو وفول التونكا وخشب الصندل، وحقيقي اندماج المارشميلو مع فول التونكا رائع رائع رائع. تعالوا بقى اكلمكم عن احساسي بيها واقول لكم هي ممكن تكون شبه ايه من العطور العالميه، وهل هي فعلا تستحق الشراء ولا لا. مبدئيا كده العطر دوت ريحته بالنسبه لي، تصنيفه بالنسبه لي ان ده عطر انثوي هادي، شاور، عطر نظافه، عطر بودري، عطر ريحته فعلا فيه، يعني اي حد عايز عطر انثوي هادي غير مؤذي بالمره العطر ده. متهيأليش ان ممكن حد يشم الريحه دي ويقول عنها وحشه ابدا، يعني صعب جدا ان حد يختلف عن على العطر ده ويشمه ريحه وحشه. حتى بنتي الصغيره يعني وقت ما رشيته اول ما شمته كده قالت لي الله يا ماما الريحه دي حلوه، فانتم متخيلين طفله كمان اعجبت بيه. فالعطر ينفع جيرلي، ينفع انثوي، ينفع حتى الكبار، انا شايفاه ينفع لكل الاعمار. بس العطر ده يا بنات فعلا من العطور
المبهجة. فلو انت بقى مكتئبة وحزنانة كده وحاسة ان الدنيا جاية عليكي، رش من العطر دوت واستمتعي بجماله. العطر ده مثالي للنوم، من العطور اللي تنامي بقى وانت حطاها كده، اللي هو تحسي بكمية راحة رهيبة. العطر فعلا يعني انثوي بما تحمله الكلمة من معنى. العطر ده للعرايس نمبر 1، يعني عايزة اقولك تجيبيه وانت مغمضة. لو انت بتحبي الزهور هتحبيه، لو انت بتحبي الحاجات الشجري هتحبيه، لو انت بتحبي الحاجات اللي فيها مارشميلو، فيها اللي هي الجورمان، هتحبيه. العطر ده فاكهي يعني بشكل فعلا بيديكي احساس كانك واخده شاور بشامبو فخم جدا، كانك حاطه بلسم كده وبادي لوشن وحاجات اللي هي الفخمه جدا. انا بصراحه بالنسبه لي انا شايفاه احلى كمان من حاجات فيكتوريا سيكريت. البرفيوم رائع، بس عيبه، وهفضل اقول ان ده عيبه، هو ثبات اوضه تواليت. هو متصنف انه سهري فواكه جورماند للنساء، وانه اتعمل في سنه 2019. البرفيوم يعني تخيلوا، من 2019 واحنا دلوقتي في 2022، هو برفيوم جديد يعني عصري جدا، برفيوم حديث. البرفان من الحاجات الفعلا يعني مبهرة بشكل كبير، في شبه كبير بينه وبين تريزور لومينوس من لانكوم، يعني فيهم شبه شوية من بعض رغم اختلاف المكونات، ولكن الريحة قريبة. في ناس بتشبهه بلاك لافي من ايفون. حقيقي انا ما جربتش لاك لافي من ايفون، بس اتمنى ان انا اجربها. هو لسه ما حلفنيش الحظ ان انا اجربها، بس اتمنى ان انا اجربها. فلو جربتها هقول لكم، طبعا هقول لكم ان الريحة هي ولا لا. بس البرفيوم ممتع بشكل غير طبيعي، ناعم فعلا. يعني انت لو عروسة هتخسري كتير جدا لو ما جبتيهوش. بالنسبة بقى لنقطة ثباته، انا عملت فيها ايه؟ بصوا بقى، انا جيت في ثباته ده ورحت حطاه في التلاجة، وبعدين يعني قلت خلاص بقى، هو هعتقه بقى، انا همشي ورا الكلام اللي تعتيه اللي انا شايفاه لغاية دلوقتي اسطورة، وهعتق. شلته، بصوا هو انا معاكم ان كل حاجة بتتشال او بتقعد شوية بتتقل مع الوقت، اي حاجة حتى العصير اصلا في التلاجة اي حاجة بتتقل. بس فكرة ان هو يبقى خرافي وواو يديكي اداء غير طبيعي ويقعد بالايام في الهدوم، ده مش حقيقي. ممكن ترفعي من ثباته مثلا ساعة ساعتين، ترفعي من فوحانه، لكن مش هتقدر ان انت ترفعي العطر تنقليه في حتة تانية. فانا حطيته في التلاجة، ريحته بصراحة في الاول تقلت، في الاول اول ما رشيته وهو ساقع كده حسيت بريحته تقيلة، فمش عارفة ده بيتهيألي ليه علاقة بالبرودة، يعني ده ليه علاقة ببرودة المكان، زي مثلا ما بترش العطر في الشتاء بتحسيه فواح اكتر من الصيف. فهو لما بيتحط في تلاجة بيحصل له زي احساس اللي هو لما بترشيه بيبقى ساقع كده، فزي ما تقولي بيبقى منعش، بيبان في الحر، فبعدين مجرد ما بيهدى في الجو خلاص. ففي ناس بتعمل كده، ومجرد ما بيندمج مع جسمك وحرارة جسمك خلاص ثباته بيقل، طبعا بيرجع لثباته الطبيعي. حاولت برضو ان انا اخزنه واحشيله في الدولاب واخبيه من النور والحرارة واخبيه من كل حاجة اصلا في الدنيا، حتى خبيته مني انا شخصيا، وبرضو العطر يعني ثباته كان عادي. الحاجة الوحيدة اللي فرقت معي، مش ان انا بقى قعدت اسبوعين في الحر ولا شهر ولا في الضلمة ولا الكلام ده، لا، اللي فرق معي فعلا انه قعد. يعني العطر ده دلوقتي بعد سنة من ما اشتريته ريحته بقت اتقل من اول ما اشتريته. فالفكرة في الوقت اللي بيقعده، سواء قعد في التلاجة، سواء قعد على الرف، سواء قعد في الدولاب، هو هيتقل بنفس الدرجة. فانا ضد فكرة ان انا اجيب الحاجة واخبيها بصراحة. تعالوا بقى اديكوا يعني حاجة جديدة في الفيديو دوت عن اول فيديو خالص، عشان برضو اللي شاف اول فيديو يحس باختلاف، ونقارنه مع سو فيفر اللي هي الاوريجينال. بصوا بقى، لو انا قلت لكم ان العطر ده صيفي، فانا بصراحه ابقى بكذب عليكم. عطر سو فيفر توجذر صيفي، ربيعي، شتوي، خريفي، انا شايفاه ينفع في كل الاوقات، صبح وليل وفي كل حته وفي كل مكان، وانا شايفاه مثالي للنوم. يعني انا بحب احطه ساعه النوم لانه فعلا بيديني راحه نفسيه وانا نايمه. سو فيفر بقى اللي هو هير الاوريجينال ده شتوي، يعني انا بالنسبه لي شايفاه عطر شتوي جدا. هما بيتفقوا مع بعض في حاجه واحده وهي البودريه. تعالوا برضو اكلمكم عن مواصفاته ومكوناته، وبعدين اديكم
الخلاصة المقارنة في الآخر. البرفيوم فاكهي سبايسي حلو خشبي، في فانيليا، في توابل، في زهور، في حمضيات. المفروض ان البرفيوم دوت بديل لعطر اسمه مانفستو اللي عارفه يعني، بس انا شايفه ان ده احلى من مانفستو، ويعني لو عايزين اعمل لكم مقارنه ما بينه وما بين مانفستو انا ما عنديش اي مشكله، قولوا لي في الكومنتات وان شاء الله هعملها لكم. تعالوا بقى اكلمكم عن العطر بقى، العطر نفسه. بصوا يا بنات، العطر في اول ما بترشي برجموت وفي فلفل وردي و اللي هو البلاك بيري. تعالوا بقى اقول لكم ريحه الفلفل الوردي دي بتبقى عامله ازاي. هي ريحه بتبقى لاسعه شويه، يعني مش زي ريحه الفلفل الحلو اللي موجود في سوفيرت والجزر، لا هي ريحه بتبقى شويه حراقه على لاسعه كده، عارفين اللي هي مش اي حد بيقدر يحبها غير ريحه الفلفل الحلو. ريحتها في الوسط، هتلاقوا فيها زهر التفاح، يعني هتحس فيها احساس كده كان في تفاح خفيف، و زهر الزنجبيل، يعني من الاخر كده برضو زنجبيل او توابل كده على خفيف، والبرقوق. والبرقوق طبعا ريحته زي ما قلت لكم قبل كده، ريحته بتبقى مسكره حامضيه لسعه شويه بسيط، والقاعده فيها عرق سوس وعرق سوس اسود، ناكد على المعلومه، وفيها فانيليا وخشب صندل. العرق سوس هنا كان اول مره احس بجماله في عطر وبودريته في عطر بشكل غريب. في سوفيفر تو جيزر البودرية كانت جاية من ريحة المارشميلو، كانت ريحة بودرية ناعمة، فلكي انت تخيلي ريحة المارشميلو بتبقى مخملية ازاي. ريحة هنا بقى او الخطامي اللي هناك كان ريحته عاملة ازاي. تعالوا بقى شوفي هنا الارقصوص ريحته بتبقى مع الفانيليا رائعة. العرقسوس من الحاجات اللي لما بتخش في عطر بتديله بودرية تميل لريحة الميك اب شوية، فريحته فعلا روعة، فعلا جميل. العطر ده بيشبهوه بمنفستو طبعا زي ما قلتلكو، وانا وفي برضو في ناس بتشبهه بعطر اسمه نعومي كامبول، هبقى اعملكو عنه ريفيو مفصل للعطر ده، بس انا مش شايفة ان هو شبهه بصراحة، بس في ناس كتير بتشبهه بيه. لكن انا بالنسبة لي انا شايفة ان العطر ده فاخر جدا، انيق جدا، من العطور اللي بقى تحس ان انت ليدي بقى وانت حطاه، يعني انت بتحطيه عشان تحسي بانوثة، مش انوثة ممكن تكون جيرلي او شبابية او كده، لا انوثة يعني واحدة كده، يعني عايزة اقول لكم ايه، يعني تكون كبيرة شوية في السن، تحسيها كده راشدة، يعني حد كده يكون عاقل حبة. فريحته حرفيا رهيبة، كلاسيكي جدا. البداية بتاعته قوية وحلوة، البرجموت او الليمون دوت، الاحساس في الاول ده حلو قوي، احلى من المانفستو، ودي يمكن الحاجة اللي حبيتها اكتر. البرجموت في البداية مع التوت كده ريحته حلوه، تحسه ان هو عامل اعتدال كده ما بين السكر والحامضيه. البدايه بتاعته قويه، يعني اي نعم انا ما بحبش الحمضيات، بس هنا البرجموت داخل بشكل لطيف، شكل كده جميل قوي ان انت تحطيه، وبعدين بيبتدي يستقر، واستقراره الصراحه ان هو سريع. بعدين بيبتدي يظهر معاكي بقى الفانيليا والبرقوق، وبتحسيه دافي جدا، عطر حلو بس مش حلو بشكل يعني يخليكي تجزعي، هتحسي كأنك شامة ريحة بسكوت كده بالفانيليا مثلا، يعني عرقسوس مع الفانيليا، هتحسي ان انت شامة ريحة العرقسوس. ولو انت متعرفيش ريحة العرقسوس، العطر ده هيخليكي تقدري تميزيها في اي برفان عامة، يعني هيخليكي بعد كده قادرة ان انت تميزي ريحة العرقسوس اصلا، لانها واضحة فيه جدا. العطر ناضج لطيف جدا، فاتن كده، تحس ان انت يعني ليدي فعلا وانت حطاه. العطر مناسب جدا في الخريف والشتاء، بالذات بالليل. حباه في الشتاء ليه؟ رغم ان ريحته مش تقيلة لدرجة انها تخنق في الصيف، حباه في الشتاء عشان هو في الشتاء بيستقر وبينتشر بسهولة، والبودرة بتاعته اللي هي بتديك احساس زي بودرة الميك اب المريحة جدا، بتبقى احلى في الشتاء. في الصيف ما بيبانش قوي. هشتري عطرين دول ليه؟ اولا لان العطرين دول غير مؤذيين تماما، ما بيأذوش الجيوب الانفية ابدا،
ثانيا العطرين مختلفين رغم ان هما بيحملوا نفس الاسم، الا ان كل واحد فيهم مكوناته مختلفة عن التاني، وكل واحد فيهم اتجاهه وذوقه مختلف عن التاني. كمان الاتنين بيشتركوا في حاجة مهمة جدا، ان الاتنين يعتبروا مثيرين، يعني عطور من العطور فعلا الجذابة. كمان الاتنين حرفيا من احلى عطور اوريفلام، واللاين ده انا نفسي ان هما ينموه ويشتغلوا عليه اكتر ويعملوا منه. كمان شكل الباكج رهيب، شكله حلو جدا ومميز، وفعلا لما بيتحط كده على المراية بيديكي فخامة للمراية بتاعتك. العطرين الريحة بتاعتهم بالنسبة لي تاخد 10/10 بصراحة، بس يعني الانتشار بتاعهم 5/10. انا مش شايفة يعني ان هما بينتشروا ولا بيثبتوا ثبات رهيب زي ما في ناس كتير بتقول على سوفيفر الاوريجينال اللي هي ثباتها رهيب. لا، انا بالنسبة لي ثباتها وسط، اعلى من سوفيفر توجيزر ولكن ثباتها وسط. الازازة بتاعتهم طبعا شكلها رهيب. فانا تقريبا قيمت كل حاجة في العطرين دول. الخلاصة، لو انت عروسة وعايزة تشتري عطر شتوي وعطر صيفي ومعكيش ميزانية تجيبي حاجات كتير، فانصحك تجيبي العطرين دول وانت مطمنة ومتأكدة ان الاتنين مختلفين عن بعض. سوفيفر توجيزر احساس شاور، احساس نظافة، احساس صابون، احساس بودري انثوي مريح جدا. وسوفيفر الاوريجينال احساس غامض كده ناضج جذاب، احساس تقيل نوعا ما ولكنه رهيب في الانوثة. استنوا بقى فيديو عن ماجنتيستا وعن ازاي اصلا تعرفي الفروق ما بين العطور ومصطلحات العطور والحاجات دي كلها. ان شاء الله هعمل لها اعادة صياغة برضو دي الفيديوهات اللي انا كنت حذفتها. وبس كده يا بنات، هو ده كان الفيديو. يا رب يكون عجبكم، يا رب يكون استفدتوا، ومتنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ومع السلامة.